يعني بأنه السلطة الفلسطينية عملياً هي سلطة رسمية، وبالتالي لا خيار أمامها سوى أن يعني تصدر بيانات فيها طابع دبلوماسي كثير، لكن الجيل الجديد لم تعد الفصائل والقوى السياسية تمثله. في السابق كانت الفصائل هي التي ترسل منفذي الهجمات، هذه المرة لا، الفصائل لا ترسل، الفصائل منهكة والسلطة منهكة، وحتى حماس والجهاد الإسلامي هي قوى منهكة ومستنزفة. ولكن هذا جيل جديد يأخذ خياراته، يعبر عن نفسه. أحد الشابين اللذين نفذا العملية يدرس في جامعة في الأردن وهو متفوق، علاماته إكسلنت، لكن لديه دافع، وهذا الدافع الموجود عند هذين الشابين موجود عند كل شاب فلسطيني أعتقد، وهذا ما يقلق إسرائيل من أن هذه العملية ربما تتكرر وربما تصبح الموديل الذي يتكرر لدى الفلسطينيين تماما كما حدثت أول عملية طعن في هذه الهبة الشعبية التي كررها العشرات من بعده.